كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا والله كسر ظهرنا تلاقي العجائق خنس. كل من عنده إنسانية، كل من عنده دم يتحرك، كل من عنده ضمير يساعدنا، ما عندنا إمكانية إحنا. تصدق يا عم كل يوم بالليل عم ننام بردانين وجوعانين. إن شاء الله تصلون إلى أخوانكم السوريين بالسلامة إن شاء الله، وأنتم محملين بهذه الروح، روح الكرم والشهامة العراقية. باشر وفد العتبة العباسية المقدسة بتوجهه لإنقاذ أخواننا السوريين الذين تعرضوا إلى الزلزال، تلبية لنداء المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، وبتوجيه مباشر من قبل سماحة السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية سماحة السيد أحمد الصافي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. ناشد كل الدول، ناشد الإنسانية يجوا يساعدونا، مصيبة وقعت علينا. الشعب العراقي بصورة عامة وأخوانكم خدام العتبة العباسية المقدسة ديدنهم هو خدمة الإنسان، وهذه الرؤية هي رؤية مرجعيتنا الدينية العليا في النجف الأشرف ورؤية سماحة السيد أحمد الصافي، فقلوبهم وأجسامهم وعقولهم كلها شغف وحب لإنقاذ أخوانهم السوريين. وهذه الرحلة ستسير الآن إن شاء الله تعالى بواقع 67 عجلة بين شاحنات ومفارس طبية بواقع 200 شخص. ومن حناني أبي الفضل العباس وأبوته للعالم الإسلامي انطلق هذا الوفد، وبعد أن أمر السيد المفدى آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني بإغاثة هؤلاء المنكوبين الذين تعرضوا لهذا الأمر وهو الزلزال ونكبوا وشردوا وهجروا، فأمر السيد المفدى بأن تذهب الوفود من المواكب والعتبات المقدسة، وكل مؤمن يستطيع أن يغيث بعونه ماديا أو معنويا. والله احنا مقدمين أرواحنا قبل المساعدات الأخواننا السوريين، وإن شاء الله إن شاء الله المديد العون لهم والتوفيق من الله العظيم إن شاء الله. إذن هذه هي نظرة أو نظر المرجعية لكل العالم، هذه الأبوة الحنونة من قبل السيد المفدى ليس فقط على الشيعة، إنما على الشيعة والسنة والمسيح وكل من يتسم بصفة الإنسانية. أجداد على الرأس سيد علي السيستاني، سيد علي السيستاني، أجداد على الرأس سيد علي السيستاني. لن توصل هالرسالة إلى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني. شكراً كتير كتير يا عراق.